كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. هذه بعض الوقفات التي نسوقها لكم عن شهر رمضان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، القائل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإن كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين. لقد فرض الله الصيام أولا على التخير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم ختم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذ لم يطيقا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر أو يقضي، والحامل والمرضع إذا خافت على نفسهما. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم الإكثار من العبادة في هذا الشهر، فكان يدارسه سيدنا جبريل القرآن في رمضان، وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادة بما لا يخصه به غيره، فإنه لا يواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال، فيقولون له: إنك تواصل؟ فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نهى الأمة عن الوصال رحمة بها، وأذن فيه إلى السحور صلى الله عليه وسلم. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، قال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه من كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان من مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. من فطر فيه صائما كان كمغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. قال: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، أي شربة لبن مخلوطة بالماء. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم شهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان ترضون بهم لا غنى بكم عنهما تسألون الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه، ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه تعجيل الفطر ويحث عليه، ويتسحر ويحث عليه، ويأخر سحوره ويرغب في تأخيره، وكان يحض على الفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء. ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، وأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم. وسافر في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين أمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو، ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم. وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان يقبل أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ولم يصح التفريق بين الشاب والشيخ. وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، وأن ما يفطر الصائم هو الأكل والشرب عامدا والحجامة والقيء.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم، وذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل العشر أحيا صلى الله عليه وسلم أحيا الليل، وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، كناية عن اعتزال النساء والاجتهاد للعبادة، وكان يأمر بخيمة فيضرب له في المسجد يخلو فيها لربه عز وجل، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة، وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، ولم يكن يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيره. وصلح أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة، رمضان يا شهر الصيام، رمضان يا شهر القيام، رمضان يا نور الهدى والذكر يا سر السلام، رمضان يا ضيفا له نفحاته في كل عام، رمضان يا كرما سعى جمع الكرم مع الكرام، رمضان كم تعطي الفقير وكم تجنبه الظلام، رمضان كم تعطي وكم ترضي وكم تلقي السلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ارفع غضبك ومقتك عنا، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، وارحم كل ميت، ورد كل غائب، وفك كل مأسور، ونفث كل مكروب، واقض الدين عن المدينين يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا الإعجاب. بارك الله لكم، جزاكم الله كل خير.